تحية طيبة وأهلا بكم. نخصص حصة اليوم للحديث عن واقع العاملات في القطاع الفلاحي في المنطقة المغربية، حيث ترصد العديد من الدراسات الهشاشة المهنية لهن والمخاطر الجمة، حيث يتعرضن للوفاة والإصابة بسبب حوادث مرور أثناء نقلهن للضيعات الفلاحية والمزارع في شاحنات الموت. يعرضن وجوههن المكشوفة لمبيدات الحشرات، يتقاضين أجورا زهيدة، تدفع لهن نصف الرواتب المخصصة للرجال، لا يحتسب عملهن ضمن الإحصائيات الرسمية. إنهن نساء بالألاف يسلكن كل يوم طرقات نحو الحقول، وقد تكدسن فوق بعضهن في شاحنات الموت في انتظار وصول آمن غير مضمون. حول هذا الموضوع الهام مشاهدينا نستضيف اليوم من الرباط الأستاذة خديجة غامري من تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي من الرباط. أهلا وسهلا بك سيدتي، شكرا لقبولك الدعوة. ستنضم إلينا بعد قليل من تونس المحامية والناشطة في المجتمع المدني الأستاذة علا بن نجمة، ومن أزنكان في المغرب المديرة التنفيذية لجمعية الوفاء النسائية الأستاذة للتنمية طبعا الأستاذة فاطمة المفضلي. أهلا بضيفاتي. أبدأ معك أستاذة خديجة، شكرا لقبولك الدعوة. نتحدث عن المرأة العاملة في الحقول والمزارع، أريد أن أسمع منك وأنت على اطلاع كبير بوضعهن اليوم. يا ريت تحدثينا عن المرأة العاملة في المزارع والحقول في المغرب، أوضاعهم بشكل عام. تفضلي سيدتي. شكرا سيدتي. في البداية أقدم أو أتقدم بالتحية لتحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني قاطبة وفي مقدمة النساء العاملات وغيرهن على صمودهن المقاومة للاحتلال الذي يشن حرب الإبادة والتجويع. فيما يخص العاملات الزراعيات، لابد في البداية من التأكيد على أنهن يلعبن دور مهم في بمساهمتهن في التنمية وخلق الثروات، ولكنهن لا يستفدن منها. وكذلك أن العاملات الزراعيات يشكلن أو يعتبرن مكون أساسي من الطبقة العاملة. إذن كذلك يجب التأكيد على مسألة مهمة، هي أن المرأة العاملة باعتبارها إنسان لا بد من تمكينها وتمتيعها بالحقوق الإنسانية والحقوق الشغلية. الحقوق الإنسانية يعني بشموليتها وكونيتها، سواء الحق في الحياة الكريمة، في الحرية والسلامة، في الحماية الاجتماعية، الحق في العيش الكريم، عمل لائق، سكن لائق، الحق في البيئة السليمة والماء إلى آخره. إذن يجب تمتيع بكافة هذه الحقوق، وباعتبارها عاملة يجب كذلك تمتيعها بكل الحقوق المتعارف عليها دوليا من خلال أو في الاتفاقيات الدولية الصادرة بالأساس من منظمة العمل الدولية، وكذلك الحقوق الشغلية سواء الموجودة في حقوق في بدونة الشغل أو في القوانين الشغلية الأخرى خاصة المتعلقة بالحماية الاجتماعية. ولكن مع الأسف كل هذه الحقوق لا في موليتها لا تتبع بها المرأة العاملة باعتبارها تسكن في الريف، وما ينقصه من مكونات أساسية لضمان العيش الكريم. كذلك في مجال الشغل، فالمرأة كما سبق وذكرت سادتي لا تتمتع بالحماية الاجتماعية، لا تتمتع بالحماية من حوادث الشغل، لا تتمتع بالأجر المتساوي، خاصة أن في المنظومة المغربية هناك تمييز ما بين الحد الأدنى للأجور في العالم القروي وفي العالم في الصناعي، لان احنا الحد الادنى في الاجور الفلاحي كيتسمى السماغ، وبالنسبه للقطاع الصناعي السميليدن الحد الادنى ينقص ب 40% من
الحد الأدنى في الصناعة في القطاعات الأخرى. هذا بالنسبة للعمال والعاملات. أضف إليه التمييز الذي يطال المرأة العاملة مقارنة مع العامل الزراعي. هذا جانب. جانب آخر هو عمل المرأة أو العاملة الزراعية ليس بعمل قار في أغلبية الأحيان، وأغلبية العامل هما يعتبر عاملات موسمية، ثم أنهن يعني في يعني يتم تشغيلهن عبر ما يسمى بالسمسارة، بمعنى أنهم يتواجدن في مكان كبير يأتي إليه السمسارة أو يعني لانتقاء هذه العاملات التي يحتاج إليهن المشغل فلان أو المشغل فلان والعدد، ثم يحملنهن في هذه يعني وسائل النقل الغير إنسانية. إذن حتى هذا الانتقاء يعني هو هي يعتبر وسائل نقل غير إنسانية وغير آمنة أيضا سيدتي الكريمة. أكيد. إذا قلت حتى الانتقاء هو يعتبر إهانة في حق هذه. كذلك ليست هناك حماية، يعني غياب حماية فيما يخص التنقل، كيف مثل ما قلت انهم يتنقلن في شاحنه مخصصه بالاساس لنقل البضائع، ويتم اكتظاظ عدد كبير، مما يعني يجعل ان هذه الشاحنات يعني تقوم ب او تتعرض لحوادث السير، ويعني يتم يعني مجموعه الضحايا. واخره حادثة سير كانت أول أمس يعني يوم 13 في منطقة يعني قريبة من يعني في منطقة ديال جهة أكادير أو سوس ماسة، بحيث يعني انقلبت شاحنة للعاملات واللي ذهبت ضحيتها عاملتين. هذا أكيد أنه ليست آخر حادثة، لأن الحوادث يعني تتكاثر. مع الأسف. وهنا نتحدث عن الحقوق المنقوصة، يعني من يعوض النساء اللواتي يعملن في هذه الأعمال الشاقة حقيقة، خاصة عندما يتعرضن لحوادث سير مثل ما ذكرت سيدتي. اسمحي لي أنتقل إلى تونس، معي من هناك المحامية والناشطة في المجتمع المدني الأستاذة علا بن نجمة. أهلا وسهلا سيدتي، شكرا لقبولك الدعوة، شرفتينا اليوم. يعني نتحدث عن النساء العاملات، وربما دعيني أتوقف قليلا، يعني ضيفتنا قبل قليل ربما يعني تحدثت وذكرت الوضع في غزة، وهذا التضامن رائع، نشكرها على ذلك حقيقة، وعلى وضع المرأة الفلسطينية اليوم. يعني هذه المرأة التي لا تفارقنا ليل نهار، يعني نتابع يعني باهتمام ما يجري هناك، وربما الأستاذة خديجة جعلتنا نبكي قليلا. نحن لا ننسى من ضمن برنامجنا نتحدث عن النساء في كل مكان، ولكن أيضا من المهم بمكان أن نذكر النساء في المنطقة المغاربية والحديث عن تمكينهن، خاصة في مثل هكذا أعمال أستاذة علا، أعمال شاقة، أعمال فيها نوع من التمييز ضد المرأة، هناك حقوق منقوصة. أترك الكلمة لك، تفضلي سيدتي. شكرا جزيلا بضيفتك الكريمة وكل السيدات والسادة. والحقيقة غزة هي اللحظة، كل التضامن وكل يعني الفخر. فعلا نحن نفتخر بنساء غزة وبأطفال غزة وبرجال غزة، نرجو لهم النصر المبين. وأمر إلى العاملات في المجال الفلاحي. الحقيقة في تونس نساء العاملات في المجال الفلاحي يقلنا حوالي 80% عاملة، وهذه اليد العاملة الفلاحية. لما نقول 80% حتى 20% عاملة الفلاحية هي للذكور. يعني تقريبا كل أو تقريبا حالياتنا الفلاحية توفرها النساء العاملات في المجال الفلاحي، لكنهن يعانين، خاصة هن يعانين من كل الأدوية تقريبا
لكن خاصة يعانين من أن الأجر من التمييز تمييز سلبي، أن الأجر أدنى من الأجر الذي يتلقاه الرجل العامل في المجال الفلاحي. ثانيا شاحنات الموت، هذه وسائل النقل الغير آمن التي يستعملها الفلاحون عادة لنقلة النساء العاملات، وثالثا هي معاملة أسوأ من التي يعامل بها الرجل العامل في المجال الفلاحي. كل يعني وضع سيء وسيء جدا، واقع أليم. دائما ما أقول لهؤلاء الكادحات في هذا المجال، نأكل من خيرهن ولا مردود صنع عليه هو الفتات والأم. في تونس منذ سنة 2015 إلى حدود 2020 هناك حوالي 51 امرأة ضحية حوادث المرور. هذه شاحنات الموت كما قالت الضيفة من المغرب الشقيق المكتظة، حتى أن السائق ماذا يفعل لكي لا تجلس النساء العاملات؟ يسكب الماء في العربة، يسكب الماء حتى لا تجلس لكي لا تتلفهن، فيتمكن من يأخذ أكثر عدد من النساء الواقفات. تعرفون أن الجلوس يأخذ أكثر مكان من الوقوف. حتى هناك محاولات من بعض المجتمع المدني، من بعض الجهات بإيجاد نقل فلاحي، أمور ظلت محتكمة جدا ولم تنجح، وما دام هناك هذا النقل لا إنساني ولا آمن والبعيد كل البعد عن السلامة. الأجر هو زهيد جدا مقارنة بما تقوم به النساء، وخاصة هناك شعور بالظلم وشعور بالاضطهاد. لماذا أعمل وأكد ويكون أجري أقل من الرجل العامل؟ والمعاملة تكون أقسى. خاصة أستاذتي الكريمة أستاذة علا، نحن نتحدث عن سيدات يعني يعلن الأسرة بأكملها، خاصة مع عدم وجود الزوج أو مثلا قد يكون يعني هو مصاب أو لديه إعاقة دائمة، أو يعني تكون المرأة أرملة. هو كذلك، بل هاته النسوة لا تعمل فقط في المجال الفلاحي، بل تتولى كذلك الاهتمام بمنازلهن وبأبنائهن وإعداد الطعام وغسل الثياب وكل هذا. الحقيقة أنه واقع أليم جدا تعيش النساء الفلاحي فعلا. فحتى هناك أزواج، ولكن للأسف هناك من لا يتحمل مسؤوليته كزوج، وهؤلاء النساء لا يمكن أن يتركن الأمر على هو عليه، فيتحمل مسؤولية. نعم أستاذة علا، أرجو أن تبقي معنا. أعود للأستاذة خديجة لأنه لديها التزامات لا أريد أن أطيل عليها. إذا ما تحدثنا عن النساء العاملات في القطاع الفلاحي بالمغرب، على الرغم من أن النساء يعني يمثلن اليد العاملة المهيمنة في القطاع الزراعي، لكنهن يعيشن وضعا مهنيا هشا. باعتقادك نتساءل يعني ما هي المطالب اليوم بالفعل لتحسين أوضاعهن؟ لم أتطرق إلى كل سمات الأوضاع التي العاملة الزراعية، تكلمت عن حوادث الشغل، ولكن يجب التأكيد على أن المرأة أو العاملة الزراعية ليست محمية، ليست هناك حماية اجتماعية، بما أن أغلبية العاملات ليسوا يعني منخرطات في
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يتم عبره تمتيع النساء سواء في فترة أجر في أو تعويض عن في عن الأمومة في فترة الوضع أو في فترة يعني الإفراد أو في وليست محمية من حوادث الشغل. هذا يعني بجانب آخر هو أن هناك يعني انتشار التحرش والعنف من طرف يعني بعض المسؤولين في الضيعات الفلاحية. هناك ظروف يعني عمل غير لائقة بما أن النساء تشتغل في ما نسميه مثلا الغرف يعني المغطاة أو الدور المغطاة التي يعني تقل فيها الهواء، يعني هناك رطوبة، هناك يعني مفرطة تؤدي إلى أمراض مهنية. نعم. والنساء ودعيني هنا أستاذة خديجة أتوقف عند نقطة مهمة أيضا فيما يخص هذه الغرف التي تزرع فيها الخضروات والفواكه، هي أيضا يعني يتم رش المبيدات الحشرية، وبالتالي هذا بحد ذاته يسبب مشكلة صحية، ليس كذلك؟ أكيد أن هناك يعني استعمال المبيدات، استعمال المواد داخل هذه الغرف وغير يعني المغطاة وغيرها، مما يؤدي إلى أو يسبب إلى أمراض ربما لا تظهر في الحين ولكن في بعد مدة، وقد تؤثر كذلك على الجنين بالنسبة للنساء الحوامل. هؤلاء النساء التي تعمل وأحيانا تخفي حملها كي لا يتم طردها ولا يعني وتتمكن من الاستمرار في من اجل يعني لقمه عيش. هذا جانب. كذلك انتشار عنف وانتشار يعني بعض يعني نسميه تحرش جنسي، قد ياتي الى او يصل الى تحرش جنسي. قلت ان هناك هذه البيوت المغطاه، كذلك هناك يعني عاملات زراعيه تشتغلن بمعامل التلفيف، يعني تلفيف هذه أو المنتوجات، وتعمل كذلك في ظروف جد مزرية، ظروف لا إنسانية. أريد كذلك أن إلى بعض واحد الفئة من العاملات الزراعيات اللي هما العاملات المهاجرات اللواتي يذهبنا أو يهربنا من هذا الواقع بحثا عن حياة أفضل، بحثا عن أجر لائق، عن يعني عمل لائق، ولكنهم يعني ويشتغل في حقول الفاولة أو الفواكه الحمراء، ولكن يصطدمنا بواقع يعني مزري سواء ظروف العمل أو ظروف العيش أو يعني العنف، تحرش، مجموعة المظاهر التي يعني تكون هناك. كان لنا زيارة مباشرة أنا وبعض الرفاق والرفيقات لكي نطلع على هذا الواقع، وكذلك لقد صدمنا بهذا الواقع، صدمنا بسكن بعض العاملات في دور تبنى أو يتم بالبلاستيك والكرتون، يعني لا يمكن أن توجد فيها أدنى حياة لائقة. هناك منع هذه هؤلاء النساء من انخراط في النقابة، منعهن من التواصل مع بعضهن البعض كي لا يعني يكون هناك يعني هل برأيك الانخراط في النقابات العمالية سوف يسهم في حمايتهن على الأقل؟ أكيد أن ليس فقط هؤلاء العاملات المهاجرات ولكن العاملات في المغرب، وهذا يعني في بلاد يعني والفرق واضح ما بين ظروف العمل بالنسبة للعاملات المنخرطة في النقابة، بحيث أنه استطعنا عبر تكوينهن عبر تأسيسهن بأوضاعهن كنساء وأوضاعهن كعاملات، استطعنا يعني بانخراطهن في النقابة استطعنا أن يحققنا بعض المكتسبات، يحققنا ذواتهن، يعني أصبحنا يدافعنا عن أنفسهن بأنفسهن. هذا جانب. أما عاملات يعني في ضيعات أخرى تمنع
من الالتحاق بالنقابة فظروفهن أصعب بكثير وكثير. جزيل الشكر لحضرتك الأستاذة خديجة غامري من تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي، كنت معنا من الرباط أكيد للحديث بقية. شرفتينا أستاذتي الكريمة. أعود للأستاذة علا بن نجمة، عذرا طولنا عليك. يعني ذكرت الأستاذة خديجة عدد من النقاط المهمة حقيقة تتعلق بطريقة التعامل مع النساء العاملات في القطاع الزراعي والفلاحي، مثل انتشار العنف، استغلالهن من أجل لقمة العيش، وهذه مسألة في غاية الخطورة. ونتحدث هنا سيدتي يعني إلى متى هذا الحال سوف يستمر، على الرغم من أنه يعني المرأة مهيمنة في هذا المجال، يعني نسبة العمالة من النساء أكثر من الرجال في هذا القطاع. أكثر بكثير، كنت قلت أنه النسبة هي 80% من نعم. اليد العاملة القطاع الفلاحي. المشكل أنه يعني المجال الفلاحي في تونس مثلا لا يلقى اهتماما كبيرا وتحفيز كبيرا، والمرأة العاملة فيه هي الحلقة الأضعف، يعني هي ظروفها التعبة هي التي دفعتها إلى العمل في هذا المجال. فعادة لا تكون هذه المرأة من المحرزين على شهادات علمية هامة، ويكون وضعها نعم يعني تجد نفسها مضطرة للعمل في الأداء. فهنا يتم استغلال هذا الوضع وهذا الظرف، وبالتالي هذه المرأة العاملة. فكل ما قالته الأستاذة خديجة يعني تقريبا كأنها تتحدث عن المرأة العاملة في المجال الفلاحي في تونس. فعلا موجود هذا العنف، موجود سوء المعاملة، وموجود التحرش، وموجود الاستغلال. بل أذكر على سبيل ليست الطرفة بل الأمر المحزن، في انتخابات مرت في السنة الأخيرة، فهناك من يعني لم يعطي النسوة أجورهن عن العمل، وركبنا في شاحنات الموت، وقصدنا مراكز الزراعة حيث مكننا من بطاقات تعريفهن الوطنية. وبعد ما خرجنا من مراكز الاقتراع وأصابعهن مغمسة بالحبر، عندها تسلمنا أجورهن. يعني بالفعل هو أمر محزن ومؤلم، يعني هي لم تذهب للاقتراع برغبتها، بل كانت مجبرة حتى تتلقى أجرها، مضطرة. يعني بالفعل هذه نبذة على ما يمكن أن يتعرضنا له من استغلال ومن فظاعة. الحقيقة كما ذكرت الأستاذة خديجة، هناك عديد المحاولات خاصة في دفعهن أن ينضمن إلى نقابات عمالية، وهذا هام جدا، لأنهم أولا يعرفن ما لهن. يعني أستاذ علا، هل هو عزوف من طرفهن أم أنه لا يعلمن أنه هناك نقابات قد تضمن لهن هذه الحقوق؟ هو الحقيقة ليس عزوف، هو خوف أولا، لأنه هناك من لا يشغل المرأة المضطرة في النقابة. بالتالي حفاظا على لقمة العيش هذه تعزف عن الانخراط، وهناك خاصة عدم معرفة بهذه النقابات، وهناك كذلك بعد المجتمع المدني على هذه المرأة العاملة في المجال الفلاحي، والتي تكون غالبا مرأة ريفية. يعني بدل من أن يتم تكريمهن حقيقة، لأنه يعني لديهم دور مهم في هذا القطاع، أليس كذلك؟ نحن ما ينتجنا، نحن نعيش ونتغذى بما ينتجنا. صحيح. هذا هو الواقع. المجال الفلاحي تعرفين هو الذي يجعلنا
يعني نعيش وباقين على الحياة، وهن الذين يضمن لقمة العيش هذه في بلداننا. وكيف نكافئهم بأسوأ المكافآت؟ تساؤل مهم، اسمحي لي سيدتي أرجو أن تبقي معنا. انضمت إلينا من أزكان في المغرب المديرة التنفيذية لجمعية الوفاء النسائية للتنمية الأستاذة فاطمة المفضالي. أهلا وسهلا سيدتي، شكرا لقبولك الدعوة. حقيقة موضوع مهم جدا، نتحدث عن الهشاشة المهنية، نتحدث عن عاملات الحقول والمزارع اللي هم على هامش الحقوق والقوانين. أريد أن أسمع منك حول هذا الموضوع، ما مدى أهمية طرحه خاصة مع استمرار معاناة النساء العاملات في الحقل الفلاحي؟ تفضلي سيدتي. مرحبا سيدتي، تحية لكم جميعا. بداية دعني أذكر أن يعني أذكر يعني أن هذه الفئة التي نتحدث عنها هي فئة تعاني من هشاشة مزدوجة، يعني هشاشة اجتماعية وهشاشة اقتصادية. يعني رغم أن هاد النساء هن يلعبن دورا كبيرا في تطوير الاقتصاد كما قالت السيدة، يعني نحن نعيش يعني بالعمل ديالهم، نعيش هم هن اللواتي يوفرن لقمة العيش، لأن الميدان الزراعي أو الميدان الفلاحي يستقطب كيد عاملة النساء بكثرة. ونحن هنا يعني بمدينة إنسكان اللي هي كتنضم لواحد جهة ديال جهة سوس ماسة يعني بالمغرب اللي كتعرف كتعتمد على الفلاحة، فهي كتشغل واحد القطاع يعني واحد الفئة عريضة جدا من النساء. وهذه النساء يعني إذا أردنا أن نقول نساء هن قد يكون أرامل أو مطلقات أو عازبات أو متزوجات، يعني الوضعية الاقتصادية حتى إن كنا متزوجات فإنهن يعني من أسر هشة جدا، يعني الوضعية الاقتصادية جد جد منهكة. فبالإضافة لهذه الوضعية هذه تأتي الوضعية يعني الوضعية التي يشتغلوا في ظلها أو يشتغلن في ظلها هؤلاء النساء، يعني إذا أردنا أن نعرض المعاناة معاناتهم فهي تبتدئ من ما نسميه عندنا يعني بالموقف، يعني المكان التي تقف فيه النساء من أجل انتظار يعني من يبحث عن عاملات لينقلهن إلى أماكن العمل، إلى النقل الذي لا يتوفر على شروط السلامة. قد أقول أن هناك بعض المقاولات قد بدأت الآن يعني تحسن من جودة وسائل النقل للنساء، ولكن تبقى هناك مشاكل، ونجد أن يعني حوادث سير متكررة للنساء. وأرى في الصورة يعني ما نسميه نحن بالبيكوب، يعني الوضعية تظهر كيف تذهب تلك النساء في وضعية لا يعني يعني هي تحط من كرامتهن، يعني ما لا يمكن أن توفر لهم لا شروط سلامة وغير آمنة ولا كرامة إنسانية. نعم يعني أيضا يعني لا مشينا من نعم أقول إنه هذه المواصلات غير آمنة أصلا. طبعا هي مواصفات غير آمنة، يعني من النقل إلى حتى أماكن العمل. إذا مشينا لأماكن العمل في ظروف العمل، النساء يشتغلن يعني يعني هن معرضات للأدوية بدون تحسيس، بدون وقاية من الأدوية التي تستعمل في المزارع أو في الضيعات التي يشتغلن فيها. كاين مشاكل عقود عمل يعني فارغة لا قيمة لها، لا يمكن أن تحمي حق المرأة في العمل. كاين ايضا مشاكل اللي هي ديال العقد العمل، اللغه التي يكتب بها عقد عمل. فالمرأة تعمل في الضيعه، يعني تحدث عن اميات، النساء لهن مستوى علمي ضعيف جدا او منعدم، يعني النساء
لا يعرفن القراءة والكتابة ويستلمن عقود عمل بالفرنسية أو ربما حتى بالعربية، ولكن البنود التي تحتويها هذه العقود هي يعني لا تضمن لهم الحماية الكافية. أيضا ما يتعرضن له داخل أماكن العمل من التحرش، يعني نتحدث عن التحرش الجنسي، وأحيانا تكون الوضعية يعني أن المرأة مجبرة نظرا لوضعيتها الاجتماعية أن تسكت، يعني لا زالت هؤلاء النساء لا يتوفرن على ثقافة الكلام ويعني أو الحديث عما يمارسنا عليهن من يعني داخل يعني. هل تعتقدين سيدتي هذا بسبب الوضع الصعب والبحث عن لقمة العيش، وبالتالي لو تحدثت أو عارضت لربما يعني ستفقد عملها؟ طبعا الوضعية الاجتماعية يعني الوضعية ديال الفقر والهشاشة التي تعيشها هذه المرأة لا يعني لا تمكنها من أنها تتحدث عما يعني تلاقيه في من سواء من تحرش أو من عنف داخل مكان العمل، وتضطر إلى السكوت والقبول بهذه الوضعية من أجل الحفاظ على لقمة العيش. أيضا كما تحدثت سيدة أن أغلب النساء هن يخافن من الانخراط في النقابات، لأن المشغل، لأن تحدثنا يعني بحكم العمل ديالنا تحدثنا إلى مجموعة من النساء لماذا لا يستطيعن الانضمام إلى النقابات للحفاظ على حقوقهن، فتقول أنها إن يعني إن أخذ المشغل خبرا أنها التجأت إلى نقابة أو أنها التجأت إلى جمعية، يعني حتى من الكلام معنا إحنا كجمعيات فهي تتحدث يعني بخوف وبعيد عن زملائها وزميلاتها خوفا من أن طيب لماذا أستاذة فاطمة لماذا صاحب العمل يخشى انضمام العاملات في المجال الفلاحي إلى النقابات؟ هل حتى لا يعني يكشف فساده مثلا أو كيفية التعامل معه، أو لأنه متأكد من أنه يهضمها حقوقها بالأصل ويخاف من المحاسبة؟ يعني أكيد طبعا يعني أن هي حماية مصلحة، ليس من مصلحة المشغل أن تنضم النساء الأجيرات حتى الأجراء، مش يعني مش فقط يعني النساء يعني لا الأجيرة والأجراء أن ينضمن للنقابات لأنها تهدد مصالحهن. هناك مجموعة من الفروقات يعني اللي يعني التي تقوم بها يعني مجموعة من المقاولات أو الشركات في تشغيل النساء، فهناك استغلال واضح لليد العاملة النسائية، وهناك فئة أخرى يعني تعاني أيضا من هذا الاستغلال وهي نساء المهاجرات جنوب الصحراء اللواتي يشتغلن يعني في ظروف أيضا يعني بدون وثائق حتى بدون عقود عمل. نعم. اسمحي لي سيدتي أرجو أن تبقي معنا أستاذة فاطمة، وأذهب للأستاذة علاء بالنجمة في تونس. يعني عندما نتحدث عن النساء العاملات في القطاع الفلاحي والزراعي، يعني لماذا معاناتهم مضاعفة أكثر من الرجال؟ خاصة نتحدث هنا أنه دولنا تحتاج إلى عملية إصلاح مهمة في هذا الشأن وشؤون أخرى طبعا، ولكن بما أننا نخصص الحصة لهذا الموضوع، يعني لماذا المرأة تحديدا تعاني الأمرين؟ صحيح أن المشكلة تعم يعني على الطرفين الرجل والمرأة، ولكن المرأة معاناتها مضاعفة اليوم، لماذا؟ هو الحقيقة عندما ننظر في الأجور في العالم كامل نجد هناك تمييز بين الرجل والمرأة، ولتونس الحق أن تفتخر بأنها السادسة عالميا في مجال المساواة في الأجور بين الرجال والنساء، بل أننا نرد قبل فرنسا وقبل دول أخرى عريقة في مجال حقوق الإنسان. لكن المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تعاني الأمرين، وكما ذكرت هي الحلقة الأضعف
فلكونها امرأة ولكون وضعيتها هشة اجتماعيا واقتصاديا ومستواها الدراسي يعني ضعيف جدا، فالتقت كل الظروف السيئة حتى تجعل منها تقبل بأي شيء. المهم أضمن كرامتها ولقمة عيش عائلتها خاصة. وهذه الظروف الصعبة جعلتها قابلة للاستغلال، قابلة لأن تخضع لتمييز سلبي، ولكنها تقبل بذلك. والرجال عادة في العاملين في القطاع الفلاحي كذلك لا يقبلون بأجور منخفضة. نحن مثلا في تونس في جني الزيتون الذي يجني الزيتون أجره مرتفعا جدا، والنساء التي يجنين الزيتين أجورهن دون أجور الرجال. على الرغم سيدتي من أن تونس يعني كانت السباقة في إعطاء الحقوق للمرأة أكثر من دول أخرى يعني في المنطقة. للأسف في هذه الفئة بالذات تعاني الأمرين. وحتى يتحسن الأمر أعتقد أنه يجب تدخل تشريعي، يجب أن تتدخل الدولة أكثر في هذا المجال، فضلا على أنها يجب أن تتدخل في تشجيع المجال الفلاحي وتشجيع الفلاحة والفلاحين، فيجب أن تتدخل في حماية هذه الفئة الهشة والحلقة الأضعف. يعني أنا حضرت سماعات لعاملات وخاصة لأطفالهن، والحقيقة الشيء لا يمكن أن يحتمل. عاملة في المجال الفلاحي تذهب لتقطف التين الشوكي من مدينة إلى أخرى وتترك 7 صغار في المنزل، هاتفها الجوال يخلو من الشحن، ولا تعود المرأة 4 مساء، لا تعود المرأة، ويمكن ما عندها نت أيضا، لا خاصة ما عندها هاتف، لأنه هذا ما عندها نت هذا مفروغ منه، ولكن ليس عندها شحن حتى تتصل بعائلتها، وتأتي 10 ليلا ولا تعود هذه المرأة، والأبناء يعني كلهم في موقف أين تنزل أمهن، ينتظرن عودة الأم ولا تعود هذه الأم. ولهذا تبعات كثيرة أستاذة علا، يعني اجتماعية وتؤثر على الأطفال بشكل كبير، تنقلهن تعطبت في الطريق، وكان عليهن مواصلة يعني من مدينة لأخرى 10 كيلومترات مواصلتهن يمشين على الأرجل. ولحسن الحظ أنهن كنا يعني قرابة 20 امرأة، فتشجعنا مع بعضهن حتى الطيارات كانت يعني تصفر عليهن، والبعض يحاول أن يتحرش بهن، مجموعة نساء يمشين ليلا على حافة الطريق، حتى وصلنا في الأخير لمدينتهن ولعوائلهن، وغدا الفجر يجب أن يكون جاهزات لمعاودة المسيرة المؤلمة. يا الله ما أصعب هذه المأساة يعني وهذه التضحيات، يعني وضعتينا في صورة أليمة أستاذة علا عن هذا الواقع المرير. يعني هي أصلا تعود إلى المنزل بعد كل هذه المعاناة منهكة تعبة، يعني يكون الوقت تأخر، فكيف ستقوم بعائلتها وبأطفالها؟ يعني مأساة حقيقية ما زلنا نعاني منها في مجتمعاتنا. يعني وهنا أسألك أستاذة فاطمة عن تمكين المرأة في هذا المجال، عن تغيير النظرة لهذا يعني القطاع الهام اللي منعيش منه كلنا يعني كبشرية، تكريم هؤلاء العاملات يعني الرجال
الرجال والنساء يعني، ولكن تحديدا المرأة، كيف بالإمكان تغيير هذه النظرة التمييزية؟ ضيفتنا الأستاذة علا من تونس ذكرت قبل قليل أنه هناك يجب أن يكون هناك تدخل تشريعي وقانوني للمسألة، هل تعتقدين أنه نحتاج أيضا إلى تغيير في النظرة في مجتمعاتنا تجاه هذا القطاع الهام؟ طبعا سيدتي، أنا يعني تحدثنا على القوانين بالمغرب، يعني كاين توجد ترسانة قانونية يعني مهمة لأن لحماية النساء بداية من دستور المملكة إلى مدونة الشغل، يعني موجود قوانين، ولكن المشكلة ليست في القوانين، المشكلة في تنزيل هذه القوانين. يعني القوانين موجودة ولكن لم تنزل بعد. ماذا يعني تقصدين لم تنزل؟ يعني وقع الخلل وكيف يمكن أن نعدلها أو نغيرها في يعني في حالة ما إذا كانت غير كافية. الواقع المجتمعي والثقافة السائدة يعني تلعب دور كبير فيما يتعلق بالمرأة، يعني عندها دور أساسي، لأن لازالت الصورة النمطية للنساء، لازالت المشاركة للمرأة في المجتمع يعني لها حدود جد جد ضيقة. هنا يجب تدخل، هنا يجب وضع استراتيجيات تقوي قدرات المرأة نفسها. يعني المرأة نفسها لازم تكون عندها يعني أو تقوى يعني قدراتها الذاتية من أجل أنها تواجه المشاكل اليومية التي تتعرض لها. يعني لازم من جهة ثانية لازم يعني تدخل الدولة في محاربة النمطية، يعني الصورة النمطية التي يوديها المجتمع كأدوار تقليدية للمرأة، لأن لازم نرى في النساء أنهن غير قادرات، أن النساء منوط لهن بأعمال، لأن إذا تحدثنا عن العمل ديال النساء في الضيعات أو في الضيعات أو في المقاولات الفلاحية والزراعية، فهن يعني يعطى لهن أعمالا لا يمكن للرجل أن يمارسها. صحيح. لا يمكن للرجل أن يتقبل أنه ينحني لمدة 8 ساعات أو أكثر. صحيح. كي يجني ثمار يعني الطماطم أو غير ذلك من الخضروات أو الفواكه. فأصلاً يعني الأعمال التي تتقبلها المرأة هي أعمال شاقة، وأعمال يعني قد نقول أنها يعني فيها شيء من القسوة، حتى من الكرامة ديالها. نعم. يعني لازالت المرأة تواجه هذه المشاكل وهذه التحديات الاقتصادية، ولكن أستاذة فاطمة هذا نعم هذا لا يعني، كلامك مهم ولكن لا يعني بأنه هذا القطاع مهم جدا جدا إذا ما تم تطوير وضع المرأة وتغيير يعني مستوى قدراتها في هذا المجال ممكن أن تنجز وهي سعيدة دون أن تشعر بالمظلومية أنها ظلمت، أن تتوفر لها كل أساليب الحماية. هي تبدع في هذا أليس كذلك لو تمت معالجة هذه الأمور؟ طبعا، لأن شوف أنا أقول لك أن ما يمكنش يكون واحد المردود يعني إنتاجي مهم والمرأة في وضعية غير. صحيح. يعني غير يعني في وضعية صعبة، تشتغل في ظروف صعبة، لازم تكون هناك يعني تدابير باش أننا نساعدوا النساء على أنهن يعطيوا وينتجوا أكثر ويكونوا في أريحية ويحسوا يعني بالعدالة ويحسوا بأنهم يشتغلوا في ظروف آمنة. لازم أيضا أن وضع يعني بالإضافة لأن القوانين اللي كتاخذها اللي كت يعني اللي كتسنها الدولة تدخل في شروط دفاتر التحملات مع المقاولات ومع يعني لازم في شروط دفاتر التحملات تتضمن شروط لحماية النساء، لتوفير مكان آمن، لتوفير نقل آمن. صحيح. وكذلك يعني لازم سياسة عرضانية للمتدخلين في السياسة العمومية كاملة، لأن النساء لما يخرجن من بيوتهن فجرا، وأنا أرى أن هذا نفس المشكل سواء كما تحدثت سيدة من تونس أو عندنا إحنا في المغرب أو في الدول الأخرى، أن النساء يضطرن للخروج باكرا حتى يصلنا إلى أماكن العمل، فخروجهن من المنزل في ظروف يعني غير يعني
انعدام الإنارة أو الأمن يعرضهن يعني يعرضهن المشاكل، يعني مشاكل الطرقات، مشاكل يعني قد يتعرضنا للسرقة، قد يتعرضنا للاغتصاب، قد يتعرضنا للمشاكل مثل هذا القبيل. أيضا توفير يعني تدخل الدولة في توفير النقل السليم لهذه النساء، هذا لهؤلاء النساء اللواتي يشتغلن في الضيعات. نعم نعم. أعود للأستاذة علا بن نجمة من تونس سيدتي الكريمة، يعني هل ربما تغيير القوانين أو تدخل التشريع كما ذكرت قبل قليل يعني يقدم شيئا للمرأة العاملة في المجال الفلاحي اليوم؟ باعتقادك ما هي أهم الحلول اللي تحتاجها المرأة اليوم في هذا المجال؟ هو الحقيقة أنا أساند الأستاذة من المغرب، ففعلا نحن عندنا قوانين وقوانين هامة، ولكن هناك جانب مهم لا يطاق. عندما تحدثت الدولة خاصة المراقبة، فمثلا المفروض أن الدولة تحاول أن تتفقد وتراقب مثلا ضيعة فيها عاملات في هذا المجال، هل كنا مضمونات صحيا؟ هل هؤلاء النسوة عندما تمرضنا هل هن منخرطات في الضمان الاجتماعي حتى تتم مداوتهن؟ هل هؤلاء النسوة عندما يكبرن في السن ويتقاعدن هل هناك دراية ممكن أن يتلقينها؟ وبهذه المراقبة ومعاقبة المشغل الذي يشغل نساء لسنا مضمونات اجتماعيا ولا يمكن أن يتلقين جرايات عند تقاعدهن، بهذا العقاب ممكن أن ندفع إلى حماية النساء. أستاذة علا، هل يعني باعتقادك السكوت عن هذه المخالفات من قبل النساء العاملات يعتبر مشاركة في ضياع حقوقهن؟ هي فعلا مشاركة في ضياع حقوقهن، ولكنهن مرغمات، فكرامتهن وأنفتهن جعلتهن يقولن أتعب ولا أحتاج، أتحمل التعب ولا أتحمل الحاجة، ولكنهن في الحقيقة يتحملن التعب والحاجة كذلك. نعم، خاصة نحن نتحدث هنا أستاذ علا عن يعني العاملات بأجور يومية، يعني قد تعمل اليوم ولكن لا تعمل غدا. هذا هو يعني الوضع الحقيقة أنه صعب جدا وغير مقبول. أنا أعرف فلاح شغل عاملات، ويعني عندما حضرنا تصورنا أن أجرتهن ستكون يعني أقل من أجرة الرجل العامل. نعم. فعندما جاء موعد خلاصهن أعطاهن نفس أجرة الرجل العامل. طب ممتاز. فرحنا حتى هناك من دمعت عيناها، يعني مؤلم جدا أن تأخذ حقك وأنت سعيد كأنما أعطيت لك يعني صدقة. لا صدقة فعلا، يعني مؤلم جدا. الوضع يجب أن يتغير، ويجب مجتمع مدني، دولة، توعية. أنا قلت يجب تشجيع الفلاحة وتشجيع الفلاح الذي هو مرهق، يعني عندما نرى الأموال التي نصرفها على استيراد القمح والمواد الغذائية، والتي كان الأفضل أن نمكن منها الفلاح التونسي أو المغربي أو الجزائري. صحيح. ونشجعه، يمكن أن نشجع بطريقة غير مباشرة وضعية النساء العاملات في المجال الفلاحي ووضعية العاملين ككل.
نعم، كلام مهم. أعود بعجالة للأستاذة فاطمة. يعني فعلا اليوم العودة إلى الأرض، إلى الزراعة، مسألة في غاية الأهمية. لذلك لابد من تشجيع العاملين في هذا الإطار من خلال تكريمهم كما ذكرت ضيفتنا، لأنه نحن شعوب مستهلكة، وفي أحيان كثيرة يعني يتم استيراد بضائع غذائية من الخارج. لماذا لا ونحن نملك الأرض ونملك الطاقات؟ نريد فقط تشجيع وتكريم لهؤلاء، للأيدي العاملة وتحديدا النساء اللي يعانين حاليا. طبعا سيدتي، ولكن هذا التكريم هو ليس تكريما بالورود أو كما يقع في أيام اليوم الحقوقي العالمي للنساء، هو تكريم يجب أن يكون بالقوانين، تكريم صحيح. يجب أن يكون بالمراقبة، تكريم يجب أن يكون بالتكوين، بتتبع، باحترام المرأة، يعني كجزء يعني جانب جنب إلى جنب مع الرجل في وقتنا الحالي. طبعا باحترامها، برفض يعني ومحاربة كل الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة ومن اعتبارها أنها يعني شخص مستهلك، شخص يعني لا يعني ليس له دور، نعم، ينحصر أو تنحصر أعمالها في البيت فقط، وأن لا مجال لها في مجال العمل، وأنها في مجال العمل ليست كالرجل، بل أنها أدنى من الرجل واستغلال ظروفها. وتثبت يوما بعد يوم بأنها قادرة على المشاركة والمساهمة في بناء هذا المجتمع. جزيل الشكر لحضرتك من أنزكان في المغرب، المديرة التنفيذية لجمعية الوفاء النسائية للتنمية، الأستاذة فاطمة المفضالي. شكرا جزيلا. الشكر موصول لسيدتنا من تونس، المحامية والناشطة في المجتمع المدني، الأستاذة علا بن نجمة. وأكيد للحديث بقية. مشاهدينا، أشكر حسن المتابعة. إلى اللقاء.